45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط الأول. كانت الكلمة فيه للدفاع. الآن إمكانية المرتدة ويمر بلاوفيتش. بلاوفيتش حطها في الشباك. جول جابي. والآن فرصة للتحول الهجوم. باص سيء لم يكن بشكل جيد في بلاوفيتش. يلعب كرة بينية. كرة تمر من الجميع. بيدري. الكرة داخل الشباك. الأمور تبدو سهلة في الملعب لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. شوف سرعة التأثير على نتيجة المباراة بعد أن دخل كبديل تعطيهم ثقة أكبر في الدقائق القادمة. انتهى الانتظار وحان وقت التنافس من أجل الحسم في هذه المباراة. نرحب بكل من ينضم إلينا للاستمتاع بهذه المواجهة الرائعة كبيرة والأخطاء فيها مرفوضة بالتأكيد. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات. الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. أوه شيء جنوني وغير عادي. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. لمسة على اليسار والعرضية. يلعبها ببراعة. كوستيتش. لاوفيتش. كان ممكن الأمور تتعقد أكثر في الهجمة المرتدة لولا التدخل الجريء لاستعادة الكرة مرة أخرى. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يلعبها في المساحة. بينية يقطعها دفاع. لم يكن هنالك الكثير من الخطورة هنا بعد أن قطعها دفاع في الوقت المناسب. يبحث عن المهاجم. ميسي الآن بدون رقابة عنده فرصة كبيرة. ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. يستعيد الكرة سريعا بدون مخاطرة. يعود بالكرة. يمر ويلعب كرة بينية. قراءة ممتازة وقطع للكرة. بينية لا تخترق الدفاع. ربما عليه التفكير في حلول أخرى. بينية جميلة عند المساحة الخالية على الطرف. جافي شتت الكرة بعيدا. تدخل رائع. كان عليه أن يواجه الخطر قبل أن تشكل هذه الكرة خطورة على مرمى فريقه. جافي هجمة مرتدة الآن. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. بيدري ممتاز في التمرير. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. كرة طولية إلى الأمام. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. مودريتش ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة طويلة للأمام. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية. نهاية الشوط الأول في هذه المباراة.
سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط أول كانت الكلمة فيه للدفاع. جابرييل جيسوس، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. يعتمد هنا على الهجمات المرتدة في اسلوب لعبه، يحاول استغلال المساحات اللي يتركها الخصم في الخلف وينقل الكرة بسرعة من الدفاع الهجوم. طبعا التحول السريع من الدفاع الهجوم راح يسبب مشاكل للدفاع ويكون هذا هو مصدر الخطورة الدائم بالنسبة له في الملعب. الآن إمكانية المرتدة ويمر بلاوفيتش حطها في الشباك. جول يسجل ويزيد رصيده من الأهداف إلى 30 هدف. تحرك في منتهى الروعة، راوغ المدافعين وكأنه لا يرى أحدا في طريقه. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. قراءة ممتازة من الدفاع. فارديول. سانت ماكسيمين. كرة خرجت إلى رمية جانبية. يستعيدها رايس. باستوني. جابي. والآن فرصة للتحول الهجوم. باص سيء لم يكن بشكل جيد في بلاوفيتش. كرة إلى الأمام. يشتتها بعيدا. استعادة سريعة للكرة. كرة من جهة اليمين. جابرييل جيسوس. كوستيتش. تمريرة جميلة. كرة تصل اللاعب لديه مساحة هنا. أكيد يحاولون قتل المباراة والخصم بتعزيز التقدم. لا يدافعون عن تقدمهم فقط ولكن أيضا يهاجمون. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. Substitution on the field. Number 5 Christian Pulisic. ليس هذا أفضل ما لديه بكل تأكيد. Lionel Messi. Number 11 Gabriel Jesus. عرضية داخل ال 18. Coming on the field. Number 18 Number 15 Thomas Müller. Number 21 ينطلق بالكرة لكنه يقابل دفاع قوي يمنع اليوم من الخطورة. الآن فرصة لقتل المباراة وحسم النتيجة في الدقائق الأخيرة. عدت الكرة ورمي التماس. Substitution in progress. باستوني. يلعبها لمنطقة الخطر. يلعبها بينية. يلعب كرة بينية. كرة تمر من الجميع. بيدري. الكرة داخل الشباك. الأمور تبدو سهلة في الملعب لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. شوف سرعة التأثير على نتيجة المباراة بعد أن دخل كبير.